السلام عليكم. اليوم نروح لولاية تاع بومرداس لنقف على الأشغال تاع ربط مدينة برج منايل هنا بمدينة كاب جنات في المنطقة هذه. إذن فيه الطريق هدايا اللي رانا نشاهدو فيه هنا، فيه مشروع تاع ازدواجية الطريق هذا وتحسين المسار تاعو على مسافة حوالي 15 أو 16 كيلومتر. إذن هذا الطريق اللي الآن فيه أجزاء راهي الكلوار يعني الرواق قد تم فتحها، وفيها الأشغال قد تمت كما نشوف هنا في الجزء هذا، وفيه بعض الأجزاء اللي تطرح فيها مشكل نتاع نزع الملكية. هنا الازدواجية حابسة هنا، رانا نشوف لاحظ أن الأشغال تاع ازدواج الطريق حبست المنطقة هذه، وللعلم أن الصور هذه تعود إلى الشهر ونص إلى تاريخ الشهر يعني 26 ماي 2023، يعني تقريب شهر. إذن في بعض المشاكل نتاع نزع الملكية على مستوى التجمعات السكنية كما نشوفوا هنايا. إذن فيه وين يجب تغيير المسار لتفادي المجمعات السكنية وبعض الملاك تاع الأراضي. والطريق هام جدا لأنه يجمع زوج نقاط مهمة، وهي مدينة برج منايل اللي أصبحت كبيرة. شوف المدينة تاع برج منايل هنا اللي أصبحت مدينة مترامية الأطراف، وكذلك الجهة الشمالية باتجاه كاب جنات أو رأس جنات اللي فيها المحطة لإنتاج الكهرباء، المحطة هذه هنايا، وكذلك فيها شاطئ نتاع يعني شاطئ تاع البحر، شاطئ ساحلي اللي يعني يسمح الحركة تاع المرور ما بين هاد زوج نقاط. إذا نخليكم تتابعون الصور نتاع الأشغال نتاع الطريق هذا والزيارة تاع الوالي ولاية بومرداس إلى المشروع. إذا أترككم تتابعون، والسلام عليكم. بيدبين السجرة ماهيش ناصحه في السجرة، ماهيش كي نحي هذه تموت هذه، يعاود يدير البيكيات وين الحدود تاعو وينحي الاعتداء. هذا ما كان مع عندنا حتى علاقه مع رئيس حليفه موسى يروح للدار، ما يروح انا جو في مونطابي دوك جو في فار انفوسي ومن الحل ما لا يجي لها جو في مونطابي لي روند ليت ديالي وقتاش تبدا لي خاطر مال وقتاش تربروني الدال جو في لا وحابس الحاجه وحابس نو وقتاش تبدا لي الدال لا سيمين بروشين نبداوها يوم الحد لا الحد ان شاء الله ربي دير لنا اون ايكيب وحده هنا يدير لنا الدال. راني نقولها لكم في عرض المشروع درك بعد ما كملنا الاجراءات تعتبر متعدية. دونك سيد رئيس دائرة سمو في المسار الفلاحية نفهمهم بانه فتح المسار راح نديروه باذن الله ما كانش خطر. توسعة الطريق الاجراءات نداروا، نزع الملكية دار، القرار تاع لو ديبو تاع التعويض دار. درك الارض هذه راهي ولات ملك عمومي تاع الدولة.